السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه الأخبار؟ هنكمل ان شاء الله اكزام التين البارت 3 البارت الأخير. الديالوج، هنبتدي كده الديالوج. على فكرة اللي واقع على الديالوج ده نسكافيه، عشان انا من هوايتي المفضلة بشرب نسكافيه بشكل فظيع. يعني بتنجحوا كده ان شاء الله تعزموني، مش عايزة شربات، عايزة نسكافيه بس. عبيت اقول لكم ايه اللي واقع ده، بس يلا نبتدي. لازم طبعا زي ما قلت لكم كل مره في الديالوج نقرا المقدمه كويس جدا. دايلوج بين نايلا اند وان اوف هير تيتشرز، وحد من المدرسين بتاعها، هو اسكس هير كلاس وات ذي اوفن دو افتر ليفينج سكول، اللي بتسالهم هتعملوا ايه بعد ما تغادروا المدرسه، تتركوا المدرسه يعني. طبعا تتركوا المدرسه مش تروحوا البيت، يعني تتركوها ونخلص المدرسه يعني. تيتشر، What do you plan to do after you leave school, ليلى؟ بتخططي لإيه ليلى بعد ما هتسيبي المدرسة؟ وسبيس، طبعا أنا كتبت بس احنا نفكر برضو. وسبيس it's all arranged. حاجة هتعمل، حاجة عرفتها منين اللي هي going to marry دي؟ من هنا تيتشر قالت لها you are still young، انت لسه صغيرة aren't you؟ بس هنا برضو مش واضح الرؤية قوي، ايه ما زلت صغيرة على ايه يعني؟ هنعرف برضو من هنا. ليلى I don't think so. I'll be 18 soon. انا هبقى عندي 18 سنة. And I'd like to start، وعايزة ابتدي early because، عايزة ابتدي بدري because I intend to have at least 5 children. يعني انا بنوي ان انا يبقى عندي على الاقل خمس اطفال. طبعا اوعوا تسمعوا كلام البنت دي، اوعوا حد يتجوز اساسا. هي عايزة تبقى عندها 18 سنة ويبقى عندها على الأقل 5 سنين، 5 أطفال، ولا إيه؟ عندها يبقى عندها 5 أطفال. فمعنى كده إن إحنا فهمنا إنها قالت هنا للتيتشر I'm going to marry، أنا هتجوز يعني. ليه؟ لأن it's all arranged، كل حاجة مترتبة. طيب التيتشر سألتها سؤال، طبعا كأني مش فاتبة حاجة، فكروا. ليلى قالت actually، بالفعل I've heard about، أنا سمعت عن ال birth control. طبعا قطع دايلوج غريب جدا، هتستغربوه يعني ايه ال birth control دوت، اللي هو تنظيم النسل. أنا سمعت عن تنظيم النسل several times، العديد من المرات، but my fiance، يعني خطيبي، and I، وأنا don't believe in it، مش بنعتقد فيه. اوكي، فاكيد طبعا التيتشر هتقول لها هل انت سمعتي عن حاجه اسمها تنظيم النسل؟ يبقى haven't you heard، طبعا عشان نفس الزمن الاجابه بناخده فوق اللي هو ها ال present perfect. haven't you heard about a birth control، هل سمعتي عن تنظيم النسل؟ طيب بعد كده التيتشر قالت I hope space، وطبعا ده في هنا question mark. وقلت لكم قبل كده لما تلاقوا، طب انتوا هتستغربوا وهتقول ايه ده، دي بادئه بكلمه عاديه وفي هنا كويتشن مارك، فاحنا لازم نفكر في حاجة. دي حاجة تعرفنا ان احنا ممكن نبتدي بكلمة I hope او كلمة I wonder زي ما قلت لكم قبل كده، انا اتساءل، وبالتالي ممكن احط كويتشن مارك عادي. طب I hope you، وحاجة تانية اللي هو في السؤال ده بقى ان انا ممكن اختمه بايه، بكويتشن تاج. لو انا ختمته بكويتشن تاج عادي اقدر احط كويتشن مارك. طيب I hope، وهنا ليلى قالت I never worry about money، أنا عمري ما هقلق على الفلوس، يبقى هي كلمتها هنا في نقطة الفلوس. فبتقول لها I hope you should have a lot of money، يعني أتمنى إن أنت يبقى معاكي فلوس كتير. وختمت بيه طبعا عشان الجملة كوتشن مارك، فهعمل كوتشن تاج، بعمل كاما وبقول shouldn't you، انتوا كده مش شايفين. أهو، يبقى قالت لها I hope you should have a lot of money، وهعمل comma واحط shouldn't you. طبعا shouldn't you دي ده question tag، يعني يجب ان يكون معاكي، يعني بأكد الجملة اللي انا قلتها، معاكي فلوس. فهنا قالت لها I never worry about money، انا عمري ما هقلق على حكاية الفلوس دي. بعد ما قالت لها I never worry about money، مش قلقانة على الفلوس، فالتيتشر بتقول لها all right، وهو كذلك think of your future family، فكري في مستقبل عيلتك، and the ever rising living expenses، والمصاريف المعيشة المرتفعة، and you will soon realize،
على طول هتدركي that you are mistaken، انت غلطانة. فقالت لها أم حاجة، طبعا رد أم حاجة برضو هي ما زالت متمسكة برأيها I am optimistic، يعني أنا متفائلة، أو بلاش optimistic، ممكن hopeful، يعني عندي إيه، عندي أمل، يعني مفيش مشكلة بالنسبة لها، مصممة إنها تتجوز إزاي معرفش. طيب بعد كده في سؤال إجابته a lawyer، محامي، يبقى أكيد أنت عايز تشتغلي إيه، what do you want أو what do you intend to be. عادي لو قلت، لو قلت what do you want to be أو what do you intend to be، هتلاقي a lawyer، محامي، فجود، هتلاقي it's a good job، هي خلاص زهقت منها في الآخر يعني، بس خلاص خلص كده الديالوج. هندخل على translation. Translate into Arabic. One of the current reform programs is to stimulate investment in the industrial sector. طيب ايه بقى كل الكلام ده؟ One of the current، طبعا انتوا عارفين يعني current يعني الحالي، reform يعني يعتبر اصلاح او تكوين او اعادة تكوين، بس هنا هنقول عليها اصلاح. reform programs يعني برامج الاصلاح، is to stimulate يعني stimulate يعني ها تحفيز، بحفز حاجة، investment اللي هو الاستثمار in the industrial sector، في sector دي برضو مهمة، يعني قطاع الصناعي او في مجال الصناعي. هنقولها ازاي؟ ثانية هي عشان لو عايزين تكتبوها. يعد احد برامج الاصلاح الحالية هو تحفيز الاستثمار في المجال الصناعي، اوكي، او القطاع الصناعي، سيكتور يعني قطاع او مجال اللي يعجبكم. هندخل على التانية. التانية the rise of crime among young people، طبعا crime يعني جريمة، و among يعني بين، وطبعا احنا عارفين الفرق، معلومة كده سريعة على السريع، الفرق فرق بين among و between. among بين كذا شخص، لكن between بين شخصين بس، between احمد and محمد مثلا، لكن among ما بين مجموعة، زي مثلا young people يعني مجموعة الناس الصغيرين في السن او الشباب، يعني is an urgent problem that needs to be addressed. نشوفها بقى بتتعمل ازاي. بيبقى كده يعد ارتفاع الجريمة بين الشباب مشكلة عاجلة، اللي هو young people يعني، وقلنا جريمة يعني crime. يعد ارتفاع الجريمة بين الشباب مشكلة عاجلة، اللي هي urgent، عاجلة يعني urgent، تحتاج أن تدرس أو يتم تناولها، اللي هي اللي احنا قلنا اللي هي be addressed، دي be addressed اللي هي أن تدرس أو يتم تناولها. اوكي ندخل بقى على الانجليش. الأولانية، لقد أصبحت هناك ضرورة حتمية أنك نكتنز كل قطرة مياه في مواردنا المائية بسبب ندرة المياه. بتتقال ازاي؟ وزي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة، please لما تلاقوا لقد نحاول نترجمها present perfect، يعني هي الجملة كانت عندي لقد أصبح، فلقد أصبح دي هتترجموها تقولوا it becomes مثلا، هتبقى it has become. okay طبعا هتبقى الضرورة طبعا necessity انتوا عارفين، فهتبقى It has become a vital necessity to treasure. Treasure يعني نكتنز. Every drop، كل قطرة، of our water resources يعني مصادر المياه. ليه بقى؟ Because of scarcity. Scarcity يعني ندرة أو نقص. وطبعا احنا لو مش فاكرين scarcity، بس أنا عطيتها لكم عشان نحفظ كلمات كتير. Scarcity of water ممكن تبقى lack of water لو احنا نسينا كلمة scarcity. لاك ممكن تبقى rareness، ندرة المياه، ممكن تبقى shortage، وطبعا انا يا ريت ننطقها صح، هنا تبقى زي ما بنطقها كده shortage، shortage و lack و rareness بيحلوا محل scarcity اللي هي ندرة او قلة في المياه. دي كانت الاولانية. ندخل على التانية. يجب على الدولة اللي هي رقم اتنين دي أن تولي اهتماما كبيرا بالشباب، يعني تاني كلمة الشباب بتتكرر كتير يا جماعة، ممكن نقول عليها youth، ممكن نقول عليها young people، لأنهم الدرع الواقي للأمة. ها هنقولها ازاي؟ تعالوا نشوف. The country should pay much care to the youth because they are، يعني البلد بتوجه
أو الدولة يعني يجب أن تقدم اهتمام أو عناية to the youth because they are the nation protective. ثانية واحدة يعني كده في هنا مثلا أيوة protective shield يعني الدرع الواقي، دي على بعضها كده نحفظها protective shield يعني الدرع الواقي للأمة. وبكده خلص exam 18، إن شاء الله هندخل على exam 19 ونبتدي بعد ما نخلص كل ال exams دي هنرجع للكتاب الأول في choices مهمة جدا مكتوب جنبها من امتحانات سابقة ودي طلبتوها كتير مني، فهنخلص إن شاء الله هنرجع لها وبرده الحاجات إن شاء الله في الكتاب المعاصر طلبتوها، فبعد ما نخلص بس الحاجات دي نعملها. ويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.